وبشكل عام في العالم كله تأتي الاختراعات من البحوث العلمية في الأصل. طبعاً أكثر الاختراعات هي آتية من بعد مجهود أو بعد عمل مجموعة من البحوث العلمية. استطعنا أن نخرج من مجرد فكرة شبابية مجموعة من الشباب، فبدأت المشاركات طبعاً في 2007 في الكويت، وحصلنا على الميدالية الذهبية في أكبر ساعة في العالم. اختراعات يعني موهبة من رب العالمين من الصغر. كان لي كثير من الاختراعات، تقريباً في سابعة سويت هذا السحاب الإلكتروني هيدرو بوكس. لهذا أنا فكرت بحكم دراستي وتخصصي ككيمياء عامة وخلفيتي بالمركبات طبعاً أنا وصلت في 2012 بعد أن تخرجت من جامعة بونا في الهند، ومثلي مثل غيري عنده طموح في أن يعكس كل ما درسه لهذه البلاد الطيبة ولأهلها. فوجدت مجموعة من الشباب اللي هي هاني، أستاذ هاني باجعل الله يغفر له رحمه، والأخ فهد باعشن، وجلسنا مع بعض لأجل كيف يمكن أن نعمل شيء لله. لكن وجدتهم سابقين لهذا الشيء، بل عندهم أفكار وعندهم أمور يعني مسبقة سواها وخطوات استباقية سواها مرتبة لأجل إنشاء هذه المؤسسة. المؤسسة بدأت في 2014 شهر 2 بعد جهد كبير جدا قبلها بعشر سنوات. بدأنا في 2004 في أول لقاء لنا في فكرة إقامة مكيان شبابي يجمع المخترعين. أول لقاء لنا كان بالمرحوم هاني بجعالة، كان في 2004 في تطبيق صيفي في إذاعة المكلة في المحطة الإذاعية، وكان أحد المهندسين الموجودين هناك، وبدأت بعض الأفكار تتجمع كأفراد. بدأنا باثنين أشخاص، وسبحان الله خلال فترات بسيطة حاولوا خلال العشر سنوات قبل إنشاء المؤسسة أن احنا تشكل مشاركات خارجية وجوائز دولية في عشر سنوات. وكانت فكرتهم هو عملية الاختراع، كانت هم مهتمين بالاختراع. فأنا كان مجالي في البحث العلمي، على الرغم أن عندي مشروعين هم بمثابة براءات اختراع، بمثابة أنها مشاريع يمكن أن تحصل على براءات اختراع، لكن لم نتمكن من تسجيلها بسبب الدولة اللي أنا فيها موجود فيها. عندما أتينا في 2012 وجدنا الجماعة أنهم عندهم هذه الأفكار، فزي ما قلت أنهم كانوا مهتمين بجانب الاختراع، فحاولنا بقدر الإمكان إحنا نتكامل بأن يكون ليس فقط اختراع لكن أيضا بحث علمي وتدريب، بحث علمي وقبله يكون تدريب. وبشكل عام في العالم كله تأتي الاختراعات من البحوث العلمية في الأصل. طبعا اكثر الاختراعات هي آتية من بعد مجهود او بعد عمل مجموعه من البحوث العلميه، منها يصل الباحث الى اشياء جديده يمكن ان ترجع لان تكون اختراع يتم تسجيله الحصول على براءه اختراع. استطعنا ان نخرج من مجرد فكره شبابيه مجموعة من الشباب، فبدأت المشاركات طبعاً في 2007 في الكويت، وحصلنا على الميدالية الذهبية في أكبر ساعة في العالم للمرحوم هاني بجعالة. وأيضاً نفس الطريقة بعدها مشاركتي في قطر، وبعدين في أفضل 100 مخترع في الوطن العربي في برنامج اسمه نجوم العلوم، وانتقلنا إلى مشاركتنا كعمل ثنائي مشترك
مع بعض إلى معرض جنيف الدولي للاختراع في 2010. كانت أكبر إنجاز لنا خروجنا من أرض اليمن في مشاركة دولية خارجية. انطلقت المشاركات إلى سلوفينيا، بولندا، تايلاند، الكويت، وفي خلال 10 سنوات قدرنا نحقق أكثر من 20 جائزة دولية. بدأت وجمعنا عدد كبير من المخترعين وشجعناهم على أساس أنه ينضموا إلى فريق المخترعين الموجودين في حضرموت. بعدها بدأنا نفكر أن احنا ننشي كيان أطلقنا عليه اسم مؤسسة حضرموت الاختراع. وبعد هذه الإنجازات التي حققناها قدرنا أنشأنا الكيان، لكن زميلنا المرحوم هاني باجعالة بعد مرور 9 أيام من إنشاء المؤسسة لم يكمل معنا المشوار ووافته المنية في هذه المرحلة الصعبة بالنسبة لنا في بداية إنشاء المؤسسة. توليت قيادة المؤسسة بعد المرحوم، كنت نائبه، فبدأنا نجمع عدد كبير من المخترعين وأن يستمروا في هذا المشوار، وأطلقنا على أكمل المشوار. فسبحان الله في جدية كثيرة حصلت ما بين الشباب وبدأوا يكملوا مشوار المرحوم باجعالة. الآن لدي 230 مخترعا في وادي حضرموت وساحله من جميع المحافظات اليمنية. كثير من محافظات المناطق الشمالية أيضا عندي مخترعين كثير منهم منضمين معنا في هذه المؤسسة. منهم من يدرس في الجامعات عندنا، ومنهم من جاء من محافظات واستقطبنا في أفكار تخدم اليمن وتخدم البشرية. الأول اللي تحصلت عليه على الجائزة الأولى في أو المركز الأول في جائزة أبو بكر عام 2014، وهو عبارة عن جهاز متحسس لغاز الهيدروجين. هذا الاختراع الأول. والاختراع الثاني عبارة عن جهاز متخصص لمعرفة نسبة السكر في دم الإنسان. وكلا الاثنين يعني لا يمكن نقول يعني وصل الى مرحله ان يكون براءة الاختراع الا لما فيه من ايش من مزايا تفوق ما هو موجود في السوق. فعلى سبيل المثال جهاز متحسس السكر في الدم، الجديد اللي فيه انه يمكن استخدام شريحه عده مرات من دون اي عوارض أخرى أو من دون أي عيوب. وكلا البحثين أو كلا الاختراعين هي في الأصل عبارة عن مشاريع بحثية، وفي نفس تخصصي هو عبارة عن تكنولوجيا النانو. طبعا أهداف المؤسسة هي أن احنا كثير من العقول الموجودة في اليمن لم تستطيع أن تخرج أفكارها إلى أرض الواقع، ولكن ما في كيان كان يستوعب هذه العقول وتحويلها إلى منتجات وإلى مشاركات تمثل اليمن. نحن قدرنا في المؤسسة أن نكسب مجموعة من رجال الأعمال والمؤسسات التنموية، وعملنا شراكات مع السلطة وغيرها من المؤسسات، وتم تكريمنا من عدة جهات من رئاسة الجمهورية إلى المجالس المحلية وغيرها. قدرنا نستقطب الكثير من الشباب ويشاركون في معارض دولية، والآن المؤسسة لها 6 سنوات من إنشائها. الحمد لله استطعنا بالفعل نشوف ثمار هذه المؤسسة تتحقق، حيث فاز العديد من الشباب في مسابقات دولية في السنوات الماضية وحققوا المراتب الأولى على مستوى العالم. في أفكار كثيرة، لكن الفكرة الأساسية الأولى التي أنا أعتبرها بمثابة أمر مهم جدا، وهو التفكير في أمر التجريب أو في أمر الأمور التجريبية، في أمر المختبرات، في سواء كان في الثانويات أو في المعاهد أو في الجامعات. نوع من أنا أؤمن إيمان كبير جدا
انه بالتجريب واتقان التجريب والاهتمام بالتجريب بشكل خاص، طبعا التعليم بشكل عام لكن التجريب بشكل خاص، يمكن نصل للتصنيع. هذه الانجازات هذه اللي جعلت نحن ان المؤسسه تستمر في ابداعاتها وتبدا تنشي لها كثير من المراكز البحثيه. معنا مركز حضرموت للعلوم الطبيعيه والتطبيقيه متخصص في جانب النانو تكنولوجي ومواد العلم المواد، وايضا عندنا مركز حضرموت للعلوم الفضاء والطيران متخصص بالطقس والكوارث الطبيعيه واداره الازمات والكوارث والعاصير. ايضا نفس الطريقه عندنا مركز حضرموت للمشاريع الخضراء متخصص في البيئه واعاده تدوير النفايات وجانب الدورات اللي تساعد على مصادر وجود مصادر طاقه بديله عن مصادر الكهرباء الموجوده. في خلال هذا المشوار الخمس سنوات او الست سنوات من المؤسسه قدرنا ان ننشئ اكاديميات في الديشه الشرقيه، تريم، الغيل، الشحر والمكلا، والان احنا في انشاء اكاديميات في صنعاء وفي عدن متخصصه باستقطاب المخترعين ورعايتهم والاهتمام بهم. قدرنا نربط شراكات مع المؤسسه العربيه للعلوم والتكنولوجيا في مصر، هذا المؤسسين حقها احمد زويل وفاروق الباز. قدرنا نربط مع اتحاد المخترعين المصريين ونقابه المخترعين المصريين، اتحاد المخترعين الاردنيين، ونقلنا تجربة جميلة جدا لليمن انها تظهر بهذه الانجازات الموجودة. ولم يصدقوا كثير هذه الانجازات اللي حققها الشباب المبدع في هذه المؤسسة، وتحولت هذه الانجازات الى بالفعل الى شهادات وميداليات تم تقديرهم خارجيا خارج اليمن. وايضا نفس الطريقة غطت كثير من القنوات هذه الانجازات حقنا، ونحن طبعا نشكر قناة بلقيس على اهتمامها بهذه المواضيع النادرة والمهمة جدا اللي ستعمل نقلة نوعية لتطوير اليمن بشكل عام ودعم للشباب وتعطي أمل للمستقبل القادم إن شاء الله لليمن كامل. في خلال هذه السنوات ايضا استطعنا اقناع السلطه بقياده فخامه رئيس الجمهوريه عبد ربه منصور هادي انه يصرف لنا قطعه ارض على خور المكلا تقام فيها اكبر مشروع المرحوم باجعاله، هو برج للاختراع كمصادر ايراديه للجانب البحث العلمي والاختراع. والان ما شاء الله في اطار اعداد المخططات والدراسات الهندسيه لهذا الموقع والمشروع، وقدرنا نقنع كثير من رجال الاعمال ان يساهموا معنا في هذا المشروع ان شاء الله. هذا احد مشاريع المرحوم باجعاله، وان شاء الله بعدها سيتحقق مشروع الساعه، اكبر ساعه في العالم في جبل المكلا. طموح كل واحد ليس انا فقط، او انا ما اطمح اليه، انا افكر او ما اطمح اليه واتمنى ان يتم، هو ان تتكرر هذه المؤسسه او تكون هناك عده نسخ من هذه المؤسسه، يكون هناك عده نسخ من هذه المراكز البحثيه حتى نتمكن من حل مشاكلنا بانفسنا وليس الاعتماد على غيرنا. وهذا الامر يحتاج الى مجهود، يعني مجهود مكثف من جميع الاخوان، ونتمنى ان شاء الله باذن الله عز وجل ان نصل الى ما نطمح. طبعا النجاحات هذه ما بتتحقق كانت إلا بتكافل كثير من المجتمع المدني ورجال الأعمال والمؤسسات والسلطة ورئاسة الجمهورية وكثير من القنوات الأخبارية والإذاعية التي ساهمت معنا في نشر ثقافة هذه المؤسسة والوعي اللي وصلت لهم. حاولت المؤسسة أن تكون جزء من الحل اللي تحصل في اليمن لبعض المشاكل الموجودة في البيئة والطاقة وغيرها من المشاكل، تحويلها من مأساة إلى منحة يستفيد منها الآخرين. طبعا بالعلم الناس ترتقي، بالعلم الناس تحول المأساة إلى منحة وأيضا إلى إنجاز. حاولنا نحول أشياء الكثيرة اللي نعاني منها المجتمع عندنا في اليمن وفي حضرموت إلى فرص
حياة جديدة. فأتمنى أن تكون فعلا اليمن حاضنة طبعا للباحثين، لكل من لديه خبرات عالية يمكن أن ينفع بها المجتمع هنا أن يبقى. وأتمنى من الدولة أن تحافظ على ما تبقى وتحاول بقدر الإمكان اللي هي أن تنشأ بيئات مناسبة حتى يحترم فيها كل من لديه خبرات، من لديه أفكار، من لديه طموح لتطوير البلاد. نستدعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم. نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود. فضاء حر على شاشة بلقيس. المؤسسة لها دور كبير في المنشآت التعليمية زي جامعة حضرموت والجامعات الأخرى. عندنا برنامج مخترع وباحث الجامعة يقوم باختيار المخترعين داخل الجامعات والباحثين أيضا من دكاترة ومن طلاب الماجستير وأيضا من خريجي الجامعات في إنشاء ووضع لهم بعض المشاكل الموجودة داخل المجتمع تحويلها إلى مشاريع بحثية يوضعون حلول لهم لهذه المشاكل. وايضا عندنا مساهمات مع التربيه والتعليم والتعليم الفني في برنامج المخترع الصغير وعلماء المستقبل وبرنامج زويل وبرنامج ابن الهيثم لمدرسي الفيزياء وبرنامج ابن حيان لمدرسي الاحياء وابن النفيس والكيمياء. فهذه الهدف منها انه ننقل المجتمع الى جانب العلوم وجانب الابتكار والاختراع والفلك. والحمد لله نحن عندنا مجموعه من الشباب في جانب المهتمين بعلوم الفلك وعلوم الطيران ودعمنا كثير من الشباب في هذه المجالات اللي تحتاج إلى هوايات النادرة هذه اللي مش موجودة في المجتمع اليمني وأيضا حتى يعني بالنسبة في الوطن العربي أقل اهتمام في هذا المجال. اختراعات يعني موهبة من رب العالمين من الصغر، كان كثير من الاختراعات تقريبا في سابعة سويت هذا السحاب الإلكتروني هيدر بوكس، لكن هذا السحاب الإلكتروني يعني سرقوها علي، تواصلت مع شركة جوجل وكذا، لكن راحت علي السحاب بعد سنتين من عرض هذا السحاب راحت علي السحاب. بس بعد فترة هذا أنا تخاذلت وقلت خلاص الوضع الحالي يعني مفروض نوقف، واستمريت في حاجات ثانية يعني نطور موهبي في حاجات ثانية مثل الرسم والتصميم التصوير والشعر كثير من المهارات هذه. بعدها في الفترة هذه كانت تجينا أفكار كثير عن الاختراعات ومن ضمنها عن الثلج هذه. فجيت نقول أي من جهة الآن ممكن تستمع لي أو تشوف هذه الاختراعات حقي، تواصلت مع مهندس فهد بعشا وحددنا موعد عشان نجلس معه. بصراحة ما قصر مهندس فهد، عرضت له كثير من الاختراعات، رتب أفكاري أي اختراعات اللي نبدأ فيها، إيش الاختراعات الثانية، كيف آلية التنفيذ، وما بخل عليه صراحة بالنصح. وبرضه حتى عين الثلج لما عرضتها له كانت في البداية فيها عدة مشاكل والحمد لله حليناها. فكرة هذا الاختراع كان سببها الأول والأخير ظاهرة الغش في العسل. فاليوم نرى كثير من المحلات العسل في السوق المحلي كلهم يدعون أن لديهم عسل أصلي ورقم واحد، ولكن للأسف يعني يتضح مع الوقت أن المشتري أو يعني المستخدم لهذا العسل أن عسله غير حقيقي ومغشوش في بعض الأحيان.
الأشخاص الذين يميزون بين العسل الأصلي والعسل المغشوش هم قليل، فهذا بسبب قلتهم يعني ازدادت نسبة الغش في العسل. كثير من الناس صار يكذبون على ويبيعون عسل مغشوش لأن الخبرة قلت في هذا المجال. لهذا أنا فكرت حكم دراستي وتخصصي ككيمياء عامة وخلفيتي بالمركبات وتحاليل الكيميائية وهكذا، فكرت أن أنا أعمل بحث عن هذا عن أنواع العسل، وليش عسل السدر أو عسل البغية هذا كان هو الأفضل والمشهور عالميا مش محليا فقط. والحمد لله يعني وصلنا إلى نتائج من خلال البحوثات ومن خلال الجلوس مع النحالين وأصحاب الخبرة في مجال العسل، وصلنا إلى نتائج نحن نقدر نميز بين العسل الأصلي وعسل المغشوش بطرق كيميائية، وأيضا دخلنا عليها طرق إلكترونية بحكم أيضا اهتمامي بالمجال الإلكتروني وهكذا. فالحمد لله وصلنا إلى نتيجة إن احنا كوننا أننا كونت جهاز يعني جهاز إلكتروني يعتمد على مجموعة من المواصفات المقاييس للعسل ويميز بعدين يعطينا احنا نتيجة العسل هذا أصلي أو مغشوش. شاركت في معرض آيتكس الاختراع التقدم العلمي في العاصمة الليزية كوالالمبور. المعرض هذا ضم سند 170 دولة وأكثر من 1000 مخترع حول العالم. الحمد لله فزت بميدالية فضية وميدالية ذهبية كميدالية شرفية باختراعي عن الثلج. وعن الثلج عبارة عن كاشف يكشف الأغذية المجمدة الفاسدة. فلما بتروحين المول أو بتروح أي مكان تشتري غذاء مجمد فاسد، أي مكان دجاج، آيس كريم، سمك، أي حاجة، لحم، لقانق، كل أنواع المجمدات، أنت ما مش عارف إن كان جمدت هذا بطريقة صحيحة ولا لا. صح تجي تشوفها زي الحجر قدامك لكن مش عارف إن كان جمدت بطريقة صحيحة ولا لا. طبعاً في 4 طرق لكشف الأغذية المجمدة الفاسدة: طريقة حسية وفيزيائية وكيميائية وميكروبيولوجية. الطريقة الحسية عن طريق الضغط، والفيزيائية عن طريق تغيير اللون والانتفاخ، والكيميائية عن طريق البكتيريا وتكاثر البكتيريا، والميكروبولوجي عن طريق المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكالسيوم والهيستامين. لكن هذه كل الطرق تأخذ فترة طويلة جدا وتأخذ كلفة عالية، والأكثر من كده مش مضمونة لأنهم يأخذون عينات عشوائية. حتى إذا خرجت هذه الشحنات من الميناء أو من الجودة والمقاييس يعطونها يعني خلاص تمام، قد يكون يعني تتلف في الطريق، يعني مثلا الحاوية هذه اللي تحمل الأغذية المجمدة ممكن يتعطل المكيف حقها، حتى ممكن في البقالة يتعطل الخزان، يتعطل شيء. فما زلنا نحن في نفس المشكلة هذه. طبعا حاليا ما زال العمل مستمر في تطوير هذا الاختراع وتجهيزه بشكل نموذجي لخروجه للسوق المحلي. والآن نقوم بعمل مجموعة من الدراسات لتحقيق النتائج وإثباتها علمياً وأيضاً من جهات يعني علمية خارجية، حتى يكون عمل الجهاز بمصداقية وبطرق سليمة يعني. وإن شاء الله في المستقبل في الأيام المقبلة إن شاء الله يكون هذا الجهاز متناول للجميع، وليس يكون حكراً على المختبرات البحوث مثلاً أو مختبرات الأغذية أو مختبرات الجودة والمقاييس، لا بل يكون إن شاء الله على بأيدي الجميع. يعني مثل جهاز فحص السكر في الدم وبعض الأجهزة الخفيفة اللي متناولها وأسعارها معقولة. الاختراع عن الثلج هذا بعيد جدا عن التخصص اللي أنا فيه، لكن الاختراع هو أصلا موهبة من رب العالمين. أنا بنفسي يعني مش عارف كيف تطلع الأفكار هذه، أكون جالس أحيانا حتى بدون ما أفكر تطلع الأفكار هذه، أفكار كثيرة جدا، ونجي نطبقها وتكون تمام. يعني أي مشكلة بإذن الله يعني نشوفها نسوي لها حل، أي مشكلة بس نكون نفهم الأسباب، نفهم حاجاته ونسوي لها حل لكن بطريقتي الخاصة. طبعا أنا الحمد لله نحب يوميا ننمي موهبتي وننمي أفكاري، فلازم في اليوم لازم أتعلم حاجات جديدة. يعني ما يمر علي يوم إلا بإذن الله يعني لقريت حاجة جديدة وطلعت
إلى فيديو تعليمي، حاجات جديدة عشان نواكب العالم، يعني نزيد من معلوماتي. فكل الاختراعات اللي أنا سويتها صراحة كانت بجهد ذاتي، وأنا اللي سويتها وأنا اللي عملت فيها، والأفكار أفكاري. إنما في بعض المشاكل بس في الاختراعات حقي تكون مشاكل تفصيلية يعني. كلمة أخيرة، ندعو الشباب وأن يعيشوا في أمل وطموح وتفاؤل. هذا اللي يخلينا احنا نستمر في هذا البلد. فرص كبيرة جدا لنا أن احنا نسافر ونرحل وأن نعيش في أوطان الدول الأخرى اللي عندها فرص كبيرة بتحقق لنا احنا فرص. لكن نحن نريد من الشباب أن العائدين من الدول التي درسوا فيها أن يعملوا في هذا البلد ويحققوا نتائج كبيرة جدا. فقط وجود أمل، طموح، تفاؤل مع عمل وجهد والتزام، سنحصل على نفس النتيجة اللي نحن نريدها. يعني بالنسبة للشباب، هو فقط كتجربة سابقة لمجال الاختراع وكيف قدر وصل الشباب إلى محافل الدول ومشاركتهم ومنافستهم في أعلى مراتب مستويات، وهي جانب الاختراع والابتكار.